خبر محزن استقبله الوسط الفني، وهو وفاة الفنانة القديرة لبنى محمود، واللي على قد ما أسعدتنا بأدوارها المميزة أحزنتنا بسبب رحيلها. لبنى محمود فنانة جميلة حصلت على شهرتها ومحبة الجمهور في وقت متأخر، ولكنها تركت بصمة ما تتنسيش. الست صفية أم عاطف في فيلم الناظر، أم صالح فيلم بنك الحظ، ماما ميمي نيلي وشريهان. وبالرغم من مرضها خلال الفترة الأخيرة ما توقفتش عن تقديم رسالتها في إسعاد جمهورها، وقدمت آخر أعمالها مسلسل موضوع عائلي للنجم ماجد الكدواني، وقدمت دور الست أم إبراهيم واللي ظهرت فيها بدور الأم المصابة بمرض ألزهايمر، وبرغم مرضها كانت حاسة بتعب ابنها وبكل اللي بيحصل حواليها. لبنى محمود درست فن الباليه بالمعهد العالي للباليه، والتحقت بفرقة باليه أوبرا القاهرة، وفي يوم كانت رايحة مع إحدى صديقتها لمعهد الفنون المسرحية علشان صديقتها كانت عايزة تلتحق بالمعهد، وكمان لبنى وهي معاها قدمت في المعهد، ودي كانت بداية حب لبنى في التمثيل من أول نظرة. وفعلاً اتخرجت لبنى من معهد الباليه في 1973، وبعدها من معهد الفنون المسرحية عام 1979، واتجهت لبنى للتمثيل. فكانت بداية أعمالها في عام 1985، وكان أول عمل ليها هو فيلم صاحب الإدارة بواب العمارة مع المخرجة نادية سالم. ثم بعد كده توالت مشاركتها في الأعمال وتنوعت ما بين المسرح والسينما والدراما التلفزيونية، وشاركت في العديد من الأفلام السينمائية زي غرام وانتقام وكريستال وسمكة وأربع قروش وعرق البلح والناظر والشرف ومافيا وحاحة وتفاحة والجزيرة. والمسلسلات قدمت عدد كبير جداً، منها النساء قادمون وشباب أونلاين ومسائل عائلية جداً والعميل 1001 وقضية رأي عام وعايزة اتجوز وغيرها كتير من المسلسلات. رصيد لبنى محمود وصل لأكتر من 90 عمل متنوع ما بين السينما والتلفزيون، واللي تنوعت أدوارها فيهم بين الأم والحما والخادمة وغيرها من الأدوار. أما بقى المسرح فقدمت مسرحية واحدة بس، وهي شارع محمد علي مع النجم فريد شوقي وهشام سليم وشريهان. ومن أكتر الشخصيات اللي اشتهرت بيها لبنى محمود هي شخصية رئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولد مائير في مسلسل العميل 1001 ومسلسل حرب الجواسيس، وشخصية أم صالح في فيلم بنك الحظ، ودور الخادمة في فيلم كريستال مع شريهان، وتميزت معظم أدوارها بروح الفكاهة والكوميديا. آخر لقاء للبنى محمود كان في برنامج بنت البلد مع الفنانة نشوى مصطفى من حوالي 4 شهور، واتكلمت فيه عن دراستها وعن فترة مرورها بوعكة صحية ودور دكتور أشرف زكي في مساعدتها، وقالت إنها تخرجت من معهد الباليه وكانت أول دفعة في فرقة باليه أوبرا القاهرة، وعملت لفترة في الباليه قبل التحقها بالتمثيل، وقالت إنها ما تأثرتش إنها ما قدمتش أدوار البطولة، بل بالعكس حجم الدور عمره ما أثر على أدائها وإتقانها للشخصية اللي بتقدمها. وقالت كمان أنا بكون سعيدة بمجرد لما الدور يجيلي وبعرف أعمل منه حالة، مفيش حاجة اسمها دور صغير أو الدور الصغير يقلل مني، لأني أنا اللي أخلي الدور ليه طعم، وعندي ثقة في الله إن اللي حيجيلي حنجح فيه. واتكلمت كمان عن مرورها بوعكة صحية لمدة 2 سنين، وقالت لما قعدت 2 سنين تعبانة بنتي كانت عاملة عليا كماشة، لأ ما تنزليش وما تقفيش، قلت لها يا بنتي سيبيني أنا بحب أعمل استخارة على أي شغل يجيلي وهكون نفسيا كويسة لما اشتغل. وكملت كلامها وقالت كان مش بيعدي يوم إلا مدعي ربنا وأقول له يا رب أنت الشافي اشفيني، وطالما بتدعي ربنا يشفيكي لازم حيشفيكي، والحمد لله شفاني وعفاني وبشكره صبح وليل. رحم الله الفنانة الجميلة لبنى محمود.